السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أوريكم حركة جديدة اسمها Lemons Around the World. هي لاتو، اختصارها لاتو، تاخذ لفتين برجلك حول الكرة. هنشوف كيف شكلها. طبعا اسم الحركة Lemons لأن أول واحد سواها Lemons فسماها Lemons Around the World، اللي هي اختارها LATW. طبعا تقدر تسويها وانت واقف وتقدر تسويها بنطة زي المثالين اللي قبل شوي. طبعا أفضل طريقتين تمرن على الحركة هذه إنك أول شيء تمرن سرعة رجلك، يعني تخلي الكرة كده تنزل بس تلف رجلك على الكرة مرتين، والطريقة الثانية تلحق الكرة وترجعها بلمسة. يعني جربها أكثر من مرة صدقني تكون مرة سهلة عليك بعد كذا. لا تنسوا كل أراكم في التعليقات، وأطرش اسم الحركة الثانية تبغوني أشرحها، وإن شاء الله تكون جاهز الأسبوع الجاي. سلام.